سيدة مفيدة زلوم، أهلا وسهلا فيكي مفيدة، نورتينا. يسعدك، أهلا تسلمي يا وسهلا. رب، يعني يسعدك. برنامج ميراج لكل الناس اللي ما بتعرف شو هو هذا البرنامج، ممكن نعرفه بشكل مبسط للجميع؟ طبعا برنامج ميراج، أنا كوتش في برنامج ميراج مفيدة نعم. زلوم، مسؤولة العلاقات العامة في البرنامج. أها. برنامج ميراج الرياضي اختصار لميدل ايست ريزيستن ايروبيك شرقي. البرنامج بجمع، هو أول برنامج طبعا شرق أوسطي عربي نعم. أردني لدكتورة بالجامعة الأردنية، كانت رسالة الماستر إلها دكتورة غدير عميرة. شافت أنه العناصر الأساسية كيف تدخل فيها اللياقة البدنية مع الدمج بين الـ 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 الأوزان تمام. والإيقاع الشرقي مع الإيروبيك. حلو. فهو البرنامج ميراج ميدل إيست ريزيستنس، اللي هي الأوزان اللي إحنا بنلبسها بالتمارين الرياضية على الايروبيك مع الموسيقى العربية. طبعا الموسيقى العربية للمرأة العربية سهلة الاستماع، صحيح. التركيز بيصير عالي عند المرأة العربية كونه أساسا هي بتستمتع بالأغاني العربية، ودائما احنا تعودنا على كل البرامج الرياضية أجنبية وكلها على الإيقاع الأجنبي، ما عدا ميراج طبعا كونه عربي أردني. صحيح، كثير حبيت يعني الإشي اللي عم تحكوا فيه، وغير هيك كمان يعني إنه مخصص هو للمرأة بحد ذاتها. يعني أنا حابة أعرف منك طبيعة البرنامج، الفئات العمرية ذكرنا تحت الهواء إنه مخصص لجميع الفئات، احكي لنا بتفرق من فئة لفئة؟ يعني في برامج مثلا مختلفة في هذا البرنامج لكل مجموعة، وشو البرامج أصلا الموجودة في برنامج ميراج ككل؟ طبعا هلا البرنامج هو لكل الفئات العمرية، نعم، للأعمار العالية والأعمار المتوسطة والأعمار الصغيرة، لأنه كل البرنامج بيجمع بين الكارديو والقوة. فهو عادة دائما البرنامج الرياضي بيجمع إما قوة إما كارديو. إحنا البرنامج جامع للتنين. جميل. فأساسا مع لبس الأوزان بالبرنامج فهو أساسا بيزيد كثافة عظمية وعضلية حلو للجسم، بيرفع الأداء الحركي للمرأة. معظم الستات بعد عمر الثلاثين بلش تفقد كثافة عظمية وعضلية، بس مع برنامج ميراج بتزيد الكثافة، لأن أنت لما بتلبسي الأوزان، طبعا الأوزان بلتبسوا على الإيدين والإجرين، بزيد العضلات اللي حوالين المفصل، هذا واحد. جميل. اثنين، بزيد كثافة عظمية للجسم، لأنه عادة بعد الثلاثين بلش الهجرة للعظم من الجسم، بس إحنا بالعكس نعمل بشكل كتير عكسي ومنزيد الكثافة للجسم. طبعا برنامج ميراج متعدد الأشكال، بيناسب كل الأعمار، في منه حر، أكوا، عصا، شال، ستيب، قوة عالية، قوة أوطى شوي، عشان هيك إحنا بنقول برنامجنا بينفع لجميع الأعمار. حلو. في نقطة كثير مهمة، أغلب السيدات يمكن بيروحوا على الجيم أو بيلعبوا رياضة أو أي شيء من هذا القبيل بيعملوه لهدف كثير أساسي، بعيداً عن إنه تحافظ على صحة عظمها والقوة العضلية ومن هالحكي، نزول الوزن، هل هذا البرنامج إنه كفيل فعلاً إنه ننزل الوزن ويكون في نتائج سريعة؟ أكيد، لأنه البرنامج فيه بارت الأورينتال، الأورينتال قد إيه بنحط في الجسم، بس مع الأوزان فأنت بترفعي كثافة عظمية وعضلية، نعم، وبتزيدي حرق الدهون بالمقابل، فأساساً البرنامج بيشتغل على الحرق من 700 ل 900 كالوري بالساعة. بالساعة الواحدة. بالساعة الواحدة، فقد إيه البرنامج بيرفع مستوى نسبة الحرق، لأنه بيرفع التركيز عند السيدة العربية، هي لما بتسمع الموسيقى وبتكون مركزة مع الكوتش وفي قوة بالموضوع والكارديو، فهذا الإشي لما بيرفع التركيز عندها أكيد بيرفع الحرق. كثير حلو. مدى تفاعل السيدات خلينا نحكي مع هذا البرنامج، وكمان يعني هل حسيت إنه في إقبال مثلا، في إنه اللي بيسجلوا أول مرة مثلا بأي دورة بتم عقدها بيرجعوا بيسجلوا مرة ثانية؟ الانطباعات أعطيني كونه إشي جديد يعني. أكيد هو مفعل بكل الجمات حاليا، طبعا بكل جمات الأردن وخارج الأردن. وخارج الأردن الإقبال على حصص ميراج جدا عالي، وبدليل أنه يعني الحمد لله بفضل من الله أنه كل جيم عم بفتح بالأربع خمس حصص ولا أكثر من كوتش مرات. نعم. وصباحي مسائي. وما بتتخيلي هلا مع أزمة كورونا قديه مثلا بيحددونا، صاروا الجمات الأعداد
انه ممنوع اكثر من 20، ممنوع اكثر، يعني صدقا التسجيل على الحصص يعني بتوصل واقفه على الليست 50 و60، صح، صاروا يفتحوا الحصتين ورا بعض او لاكثر من مدربه بالاستديوهين. بالضبط. كمان ذكرنا بانه الفتره الحاليه اغلب الجيمات هي مغلقه بسبب جائحه كورونا، عم تتجهوا لتطبيق زوم لتعملوا بعض الحصص في اليوم، يعني مدى فعاليه هذا الشيء؟ يعني نحكي انه عن جد فعلا ممكن هذه التطبيقات الذكيه فعلا هي توصل الشيء الحلو الموجود داخل صاله الاصطال الرياضيه، ومدى كمان تفاعل الصبايا مع هذا الشيء؟ هلا اكيد في تفاعل طبعا. احنا ما بدنا نقطع الرياضه لانه الرياضه مناعه بترفع الجهاز مناعه الجهاز التنفسي. طبعا بدي احكي لك بس بارت على ميراش، انه هو من بيرفع العناصر اللياقه البدنيه، كونه في جائحه كورونا اساسا البرنامج بيشتغل على اللياقه القلبيه التنفسيه، فهو بيعزز من رفع مستوى الاكسجين بالجسم. حلو. فهو اساسا بيشتغل على اللياقه القلبيه التنفسيه. طبعا هذا الشيء اللي بيشتغل على اللياقه القلبيه التنفسيه لانه بيعتمد على الهواء، والهواء كيف بيدخل للاكسجين بتزيد العضلات جميعا، وطبعا اولها بقوي عضله القلب. في البرنامج يعني قد ايه زوم عم بيجمع بين كل اقطار الوطن العربي، انا حسيت انه زوم عم بيعمل انتشار عالي. هلا الاكتف بيكون اكثر بالكلاسز طبعا، اكيد يعني صح. يعني بس يعني ولا انه نقطع الرياضه، كونه احنا يعني هذا بس قرار حلو، يعني ما فكره انه احنا يعني بظروف استثنائيه بدنا نطلع منها بشيء، يعني هو كظروف استثنائيه زوم عم بجمع جميع الاقطار العربيه. جد يعني انا صار عندي ناس من امريكا وناس من قطر وناس من الكويت وناس من دبي، فجدا شيء كثير رائع. واساسا احنا كمان عندنا وكلاء برا، وكل الوكلاء عم بيشتغلوا على زوم كمان، يعني حتى البرنامج كونه اساسا احنا بنصنع مدربات، يعني احنا اساس البرنامج بنصنع مدربات حتى يتوسع، خلينا نحكي وجوده في اكثر من جيم او اكثر من مكان. بالضبط بالضبط، حتى يتوسع انتشاره يعني عربيا حاليا. تمام. عملنا دورات وعندنا ماستر ترينر في اكثر من دوله عربيه، وعملنا دورات في الضفه الغربيه، وعلى مدار السنه عم نعمل الدورات عم نعمل في مصر، جمهورية مصر العربية. يعني صراحة قديش هذا الموضوع بيأكد انه اهمية هذا البرنامج، وكمان يعني انه حلو انه احنا نركز على اشي غير تقليدي، يعني اشي الجديد. احنا تعودنا دايما صراحة يعني كلاتنا جربنا نروح على جمات الموسيقى الغربية الصاخبة اللي احنا بنتفاعل ممكن مع انغام الموسيقى، بس احنا ممكن مش فاهمين كل شيء شو بالضبط بتحكي هذه الموسيقى. صح. انا حابة اسألك يعني على النصائح في هذا البرنامج، يعني مثلا كثير من المختصين في الرياضه بقولوا لك مثلا الرياضه كثير مهمه بس في لها حد معين، يعني مثلا قديش مثلا حصص ميراش في الاسبوع، انا لازم كم حصه اخذ كم من الوقت في هذا الاسبوع لحتى احصل على نتائج فعلا انها مرضيه من نزول الوزن من الكتله، وايضا كمان بالنهايه يعني انا ما اضر بصحتي، يعني ما يكون الموضوع مثلا انه فعلا انه يسبب مثلا مشاكل في بعض العضلات او يعمل خلينا نحكي تشنجات عضليه عند البعض. هل البرنامج ما بيعمل نهائي تشنجات عضلية؟ بالعكس، لأنه هو أساساً بيعتمد على حرق الدهون بالجسم. نعم. فهو المفروض يعني أقل إشي يلتعب 3 مرات في اليوم. نعم. وأساساً الأدوات اللي إحنا بنستخدمها مع الأوزان فهي بس بتزيد من القوة للجسم. 3 أيام بالأسبوع كفيلة إنها تحرق دهون لمدة ساعة كل وطبعاً لمدة ساعة، وتزيد من الكثافة العظمية والعضلية وتنحف الجسم. حلو. لمدة 3 أيام في الأسبوع. في برنامج غذائي لازم يتبعوه السيدات مع هو أساسا برنامج. إحنا متفقين إنه تغذية 70%، فلازم أساسا تنتبه على غذائها، لأنه أساسا يعني هي إذا ما بتاخد نهائي أي حمية غذائية وبدها تنحف، طب ما هي بتعمل ثبات وزن. تمام. فهو إحنا متفقين دائما في كل عالم الرياضة والتغذية إنه التغذية 70% والرياضة 30%. حلو. فلازم السيدة تدير بالها على أكلها، على طريقة الأكل، وبعدين لما بتتجه للاتجاه الرياضي طبعا هي بتنحت جسمها بس بطريقة كتير حلوة وبتشد الجسم. وميراش في إشي حلو إنه مش بس كمان موسيقى عربية، هو غير ممل.
لانه مع تعدد الاشكال اللي فيه وعندنا اشتراكات صفحه للمدربات. طبعا احنا بنصنع مدربات هلا، كونه اي واحد بيطلع من خريج كليه الرياضه لازم يلجا لدورات كانه يقدر يعطي حصص في الكلاسز، لانه هي بتطلع مدربه فقط بس للاجهزه، يعني علم رياضه فقط. اما ككلاسز فهي بدها دورات خبره. حلو. فاحنا بنعمل طبعا دوره اعداد مدربات عشان يصير في تجديد عند المدربات. المدربه بتشترك بالصفحه، بنزل لها كل شهر مع الاشتراك بنزل لها اغاني جديده، فهي بتضلها على تنوع دائما. الصفحه متنوعه دائما، عندنا اغاني جديده، ما بتروحي على كل حصه بتلاقي نفس الشيء، بالعكس بتلاقي تغيير كل مره، بتلاقي انه في اشكال جديده، في اغاني جديده. حلو كتير. التجدد. بتعرفي شو انا حابه اسالك عن الاثر النفسي؟ يعني هلا شوفي احنا مثلا لما نطلع نمشي كل يوم بتحسي انه نفسيتك تغيرت، كيف لما تاخدي برنامج فيه هيك فرفشه وفيه اجواء مختلفه؟ عن جد قديش بتحسي انه الصبايا اللي بيكونوا موجودين معكم بالكلاس قد بتحسي انهم فعلا نفسيتهم تغيرت اول ما دخلوا على الحصه بعد ما طلعوا منها؟ اكيد هو بيشتغل على الناحيه العقليه الجسديه الروحيه. فهو اساسا المراه العربيه دائما عندها ضغوط كثير في الحياه، فهي كيف بدها تنفس عن هاي الضغوط؟ بالحصص. فلما بتدخل على برنامج ميراج بتحصل على الانوثه الكامله. هي صدقا بتحس حالها انثى. فهو كونه بيجمع بين الايروبيك بطريقه كثير حلوه مع الميكس الاورينتال، لا انا داخله حصه رياضه ولا انا داخله حصه اورينتال. نعم. بفرق الدمج بيناتهم، هذا اكثر شيء صعب كمان حتى على المدربه انها تدمج بين الايروبيك والاورينتال، لانه تعودنا احنا دائما اما حصص رقص شرقي او حصص رياضه بحت. صح. لما الدمج بيناتهم هذا الشيء الممتع اللي بحسوه، انه بتقولك انا ما بلاقي حالي الا ببرنامج ميراج. هي بتحس انها بتلعب رياضه. نعم. وهي فعلا بتلعب رياضه وبتنحت من جسمها وبتغير من اسلوب حياتها نفسيتها ونفسيتها. حلو كتير. حتى انا بتخيل انه ممكن تنجز بحياتها اشياء تانية على الصعيد العملي، الصعيد العائلي، العاطفي بطريقه جدا ايجابيه وافضل، لانه هي عم بتنفس هاي الضغوطات مثل ما قلتي. يعني بصراحه شيء كتير حلو، بنشجع الكل هيك انهم تفريغ الطاقه عليه. صح. دائما بيعطيك طاقه متجدده. حلو. اساسا نظريه الاهتزاز، انه الجسم لما بيهتز بيطلع الطاقه السلبيه وعم بياخذ في بدالها طاقه ايجابيه. حلو. فهذا الشيء انت لما بتوصليه لغيرك او بتكون قدامك ستات نفسيتهم من اكثر من طبقه ومن اكثر من نفسيه، يعني ما بتعرفي كيف داخلياتهم قد ايه ضغوط الحياه. هي يوم ما بتيجي على حصه ميراج بتنسى كل شيء وراها، فبتلعب مع الكوتش. اول شيء لما ببلش ترفع التركيز عندها وانا بدي اقلد الكوتش او بدي اتعلم الحركه الفلانيه، هاي لحالها بتفرغ لحالها طاقه. فيعني انا بنصح الكل انه يلعبوا وياخذوا الدورات كمان. واحنا كمان ننصحهم، يعني انه في، لو يعني انت قلتي انه في من كل الوطن العربي عم يشتركوا معكم الان بزوم، كيف ممكن الاليه عن جد كل اللي بيسمعونا الان وحابين انهم يجربوا هاي التجربه ويشتركوا، كيف شو هي الاليه المعينه؟ هلا احنا بنحط رقم البرنامج والفيسبوك تبع البرنامج والانستغرام. صفحتكم على الفيسبوك شو اسمها؟ ميراج. ميراج. يعني هي دعوه لكل اللي حابين يجربوا هاي التجربه. اكيد يجربوا يفوتوا على الصفحه، يعني هيك يطلعوا عليها شوي. قديش على الويب سايت اذا بيحبوا يدخلوا على الويب سايت www.miraj.net. طبعا احنا عندنا ويب سايت وكل مدربات الوطن العربي فيه، وجد البرنامج لاقي صدى كثير بالخليج، بدبي، بقطر، بالبحرين، بالسعوديه. حلو. وكل الماستر ترينر ما شاء الله عندنا مبدعين. يعني حتى بدي احكي على بارت الاواعي، عندنا الاواعي الديزاينر، برنامجنا مختلف حتى في لبسه. يعني حتى اللبس عندنا في اختلاف، موحد لازم يكون للجميع، يعني للكوتشات طبعا لازم. وبعدين من A to Z، يعني عندنا من ربطة الراس للشمتة اللي بتتمسك في الايد. شو حلو. والستايل تبع اللبس تبع البرنامج، البنطلون مريح طبعا فيه للمحجبات ولغير المحجبات كمان. فهو البرنامج يعني بتميز بلبسه غير كمان بموسيقته. كتير حلو. وبادائه. صراحه حمستينا، يعني لازم كلها نجرب هذا الشيء. كتير انبسطنا بوجودك كوتش مفيدة زلونا، نورتينا لليوم. كل التوفيق لكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. حبيبتي.